خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر جمعية رحماء بينهم الخيرية، أعلن رئيس الجمعية الدكتور خالد العنزي عن إطلاق العديد من المشاريع داخل الكويت. وقال العنزي إن مشاريع الجمعية تعمل على رعاية الأيتام وأسرهم، وتقدم لهم الرعاية الشاملة من خلال برامج التوعية والشراكة المجتمعية. إطلاقاً من العديد من المشاريع الخيرية داخل دولة الكويت الحبيبة، وفق رؤية متطورة تتركز على الريادة في بناء شخصية اليتيم وأسرته، وتمكينهم مالياً وعلمياً وصحياً وتربوياً، موضحاً أن رسالة الجمعية تعني برعاية الأيتام وأسرهم داخل دولة الكويت لتقديم أفضل رعاية شاملة لهم من خلال برامج نوعية وشراكات مجتمعية وتقنيات حديثة لبناء حياة مستقرة وآمنة لهم. إن أهم القيم التي نراعي فيها عملنا في الجمعية الرحمة والإتقان والشفافية والشراكة، لافتاً أن من أبرز أهداف الجمعية كفالة الأيتام داخل دولة الكويت، كفالة شاملة ترسم البسمة على وجوههم، وبناء ودعم مهارات الأيتام وذويهم، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات المانحة، وإيجاد موارد مالية مستدامة تحقق الاكتفاء الذاتي لتحقيق أهداف الجمعية. وهناك 5 مجالات ترعاها الجمعية هي الرعاية المالية، وتتضمن الإطعام الشهري، الكسوة الشهرية، المساعدات المالية، والرعاية التعليمية، وتتضمن أقساط مدارس، الحقيبة والزي المدرسي، وتكريم المتفوقين منهم. ثالثاً، الرعاية السكنية. خلال عيد الأضحى المبارك تقوم جمعية رحماء بينهم بذبح وتوزيع الأضاحي على المحتاجين والمتعففين ضمن مشروع بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف. من أهداف الجمعية هو العمل داخل الكويت، العمل الخيري داخل الكويت. وطبعاً الجمعية تنطلق التعاون مع عدة جهات عامة وخاصة وأهلية وفردية. السنة هذه الجمعية انطلقت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، وانطلاقة جيدة وقوية بتوزيع 250 أضحية للأسر المحتاجة المتعففة داخل الكويت. وهذه انطلاقة بإذن الله ستكون من الأعمال المباشرة مع الأسر المحتاجة، وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فقاعدة تستمد منها الجمعية العمل في أعمالها. وأهدافنا متخصصة في كفالة اليتيم والأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت. لذلك احنا نبشر كل من يساهم في هذه الجمعية من تبرعات وصدقات وزكاة أن أعمالهم أموالهم ستصرف داخل الكويت، وخصوصا للأيتام والأيتام وأسرهم. تعمل جمعية رحماء بينهم الخيرية على إطلاق مشاريع أخرى ومتعددة، منها مشروع الإطعام الشهري والكسوة الشهرية وتقديم المساعدات المالية. لقناة ATV العدالة، خالد الفارس.